ده في واحدة ممكن تبتسم كده وتقول أنا أم الدكتور، أهلا أهلا. واحدة لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم أنا أم الوزير. أما بقى لو أم الرب دي تبقى إيه دي؟ عايزين واحدة تحتملها يعني. العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة، العذراء اللي مجرد كلمة منها امتلأت اليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه. الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد، المجوس اللي جم وسجدوا لابنها، النجم اللي ظهر في المشرق وأظهر ليه، تسبحة الملائكة للرعاة، إيه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها المسيح، ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا، كانت ترى هذه الأشياء تحتفظ بها في قلبها، متأملة بها في قلبها. لا تتكلم على معجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي. العظمة الكبيرة دي لما تكون متضعة يبقى هنا الاتضاع الحقيقي. ربنا قعد مدة طويلة يقول امتى تيجي واحدة تصلح ان تكون مستودعا احل فيه. أنا متهيألي العذراء كانوا تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوب في عينيه كده، وبعد ما تتوب ما تلاقيش كلام تقول، تبص في وشه كده وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل. في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتاجوا، عمر العذراء دي ما احتاجت أبدا، كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضها، بالنسبة للعذراء لتكن مشيئتك. انت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب دي هتبقى والدة الاله. وتروح للاليصابات تقول لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ طب ودي ام ربي. وبعدين تلاقي ايه؟ تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في جزء البقر. ايه يا رب الكلام اللي بتقوله ده؟ حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب، ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها، ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها، ولا قوة العلي. وتولد إيه في عز أيام الشتاء والدنيا برد ومفيش أقنطة للولد وكان بيرتعش بالبرد؟ يبدو موقف غريب. الشيطان نفسه بقى مستغرب إزاي ده بقى ابن الله والجو كده. إنها حاجة تمخو العقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العدل. يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها انها تعيش بتولة، ويجي ربنا يقول لها انت هتبقي ام وتخلفي عيل وترضعيه، عكس كلامها كله، عكس اللي في قلبها كله. ليكن ليك قولك. وبعد كده تشوف الطفل الالهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملائكة وكله. وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال، يجي الملاك يقول اهربوا اهربوا، ده انا معايا ابن الله الوحيد، ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من النار من السماء وتاكله. هروب ام الرب ده شيء غريب، الشيطان نفسه كان متنخل. طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العذراء لم تتكلم، فضلت مطروده من مدينه الى مدينه في ارض مصر. عاشت في فضائل عجيبه، كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب. جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعة، تجد التواضع، تجد الحب، تجد الأمومة، تجد البساطة، تجد العفة، تجد الهدوء، تجد السلام. كل ثمار الروح القدس موجودة في ملامحها، مش مجرد ملامح متناسقة جميلة، لا ده فيها كل الصفات الروحية. هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم، في مصر بالذات. لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر. ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها كانوا قاعدوا يرقصوا بقى ليل ونهار، يرقصوا في الميادين كده وإحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين. العذراء جت عندنا في كل تواضع سامعين وساكتين. العذراء قعدت حوالي 3 سنين على الأقل في بلادنا سامعين وساكتين. العذراء قدست بلاد عديدة سامعين وساكتين. العذراء تجلت في كنائس عندنا سامعين وساكتين. العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر. يعني لما جت ساعة الزيتون أو ساعة بابا دبلو، لما جتش لا هربانة من هيرودس ولا حاجة، الحمد لله.
ولا مضطرة ولا ملاك قال لها روح لغاية لما يموت الراجل اللي متهدك ولا حاجة. دي جاية كده بركة كده ومحبة وتشجيع، ما تخافوش أنا معاكم، ما تخافوش إيه أنا معاكم، وعلى قبة الكنيس كده معاكم.